بدي رحب بمحمد ابراهيم المحمد، رسام ومدرب رسم وخط عربي في مركز الاناضول الثقافي، هو معنا من اعزاز. ويسعد صباحك يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا رب. هلا بك. يعني قبل ما نحكي عن الرسم على السجاد، خلينا نتعرف عليك اكثر. من امتى وانت ترسم، ومن امتى وانت تدرب بهذا المركز ايضا؟ طبعا محمد ابراهيم مدرس رسم وخط المركز الاناضول الثقافي. طبعا ارسم من مده طويله، صار لي 5 سنين في مركز الاناضول الثقافي. خرجنا دورات كثيره طبعا ما يعادل حاليا 12 دوره، والحمد لله رب العالمين في توفيق بهذه الماده، الحمد لله رب العالمين. حلو، كل التوفيق لكم. بالنسبه للمتدربات بمركز الاناضول، كم عددهم اليوم؟ وهل في شروط للانتساب للمركز، مثلا انه يكون في عندها خبره سابقه بالرسم، او لا ممكن تتعلم من الصفر؟ لا لا ابدا، طبعا ما في شروط الانتساب. عم يكون ممكن يكون عندها موهبه، في بعض عم يجوا عنده الموهبه نحن نصف لها، في بعض عم يجوا من الصفر نبلش معهم. بكل الاحوال نحن الكورس نبلش فيه من الصفر، اساسيات ياخذوا اساسيات والى ما لا نهايه. بيتطوروا معكم خدم من هذا المركز. كم العدد حاليا؟ حاليا موجود تقريبا بماده الخط العربي والرسم ما يعادل ال 70 طالب. حلو، رقم جيد. في اقبال حلو على الموضوع. طيب نحكي تفضل. عفوا، طبعا في الاقبال، كل خلينا نقول بالعطله الانتصافيه او بالعطله الصيفيه بيزيد اكثر طبعا. بحكم المدرسه والشغل. نعم بالضبط بالضبط. طيب الرسم على السجاد له خصوصية، نحكي عن هاي الخصوصية وأيضا مصاعب الرسم على السجاد، وأكيد يعني شيء ما هو سهل لأنه يمكن بده يعني أدوات خاصة ويمكن عناية أكثر، والسجاد يكون حساس بهذا الموضوع. وأيضا شلون يتم رسم على السجاد؟ تمام، اسمحي لي اوصل لك فكره شامله. طبعا احنا اشتغلنا بالسجاد، هو من خلال معرضنا احنا سميناه شفات، هو معرض سنوي يقيمه مركز الانفورس الثقافي. المعرض كان هو بمثابه مشروع تخرجي للطالبات اللي شاركوا بالكورس، فنحن اعطينا كورس مده 6 شهور. الكورس كان من الصفر، فوصلنا بعدين قلت لك للفحم، بعدين اخذنا الاوبرليك، بعدين احنا حبينا نعطي النتيجه اللي وصلوا لها هذول الطالبات. فاشتغلنا على معرض، المعرض كان اسمه شفات، شارك بالمعرض 32 طالبة. المعرض طبعا احنا ما حاولنا قدر الامكان انه ما يكون تقليدي، فاشتغلنا على كثير قصص يكون مختلف. فاشتغلنا بالاضافة للرسم والخط العربي، اشتغلنا الحرق على الخشب، واشتغلنا بالمرايا، اشتغلنا الحفر، واشتغلنا نحت، فكان فيه كثير افكار وفيه كثير مواضيع مختلفة. حلو. ومن ضمنها حبينا انه نستحدث طريقه جديده، هلا هي جديده وقديمه، ما فينا نقول جديده. صحيح. الرسم على السجاد والشغل على السجاد هو قديم طبعا، بس نحن الجديد فيها انه اول مره نشتغله بالمنطقه هون من قبل ما اشتغل، وفحاولنا كمان انه ممكن يكون في سجاد خلينا نقول مستعمل، ممكن يكون بالي، ممكن يكون قديم. فانت بدل ما نحطه على السجاد ممكن يكون احنا حاولنا نستثمره ونحوله للوحه فنيه ويكون ذاتي. حلو كثير. طيب في رسومات خاصة بالسجاد أو ممكن أي فكرة إنها تطبق؟ طبعا هلا اللي شاركوا برسم السجاد من خلال معرض شتات من طالبتين، طبعا مو فقط لانا حوراني، شاركت معي لانا حوراني بالخط العربي، وشاركت معنا طالبه ريان محمد. تمام. ريان اشتغلت على منظر خيل، واشتغلت على وجه المرأة العربية من خلال رسمة أو نقشة خلينا نقول، كانت جدا جميلة. طبعا كان بودي انه يكونوا موجودات، الظرف ما ساعد اكيد. موجه لهم تحيه، والرسمه هلا طالعه بالقرب منك فعلا. يعني كنا عم نحكي انا ونور تحت الهواء انه كثير حلوين الرسومات وفعلا مميزين. الحمد لله نجحنا فيها. نعم. نجحنا فيها رغم انه يعني الشغل على السجاد هو متعب جدا طبعا، خصوصا انه نحن استخدمنا الالوان الكوليك. فالالوان الكوليك متعبه، بدك تشتغل فيها اكثر من مره لحتى تطالع اللون، تطالع الدرجه، ممكن لحتى يكون في عندك دمج بشكل صحيح. طيب شنو هي ابرز الرسومات اللي حبيتها من الطالبات؟ بما انه كان عندك عدد يعني جيد من الطالبات، هل ب يعني رسمه مميزه حسيت انه فعلا يعني هين اصابت بيها وراح يكون لها مكانه بالمستقبل؟ هلا الحقيقه كلهم ما شاء الله عليهم مميزات، وقدمنا نحن بالمعرض ما يقارب ال 270 موضوع، فكانت مواضيع مختلفه جدا.
طبعا بالاضافه للانا حوراني ولريان محمد، في عندي كمان طالبه اسراء طه ما شاء الله عليها، قدمت لوحه رائعه كانت هي كمان تستخدم فيها فقط اللون الابيض والاسود، اكيد شفتمها من خلال المعرض اللي هي وجه الذئب، فكانت اللوحه مميزه ولفتت انتباه الجميع حقيقه بالمعرض. بالاضافه للمواضيع، مواضيع مختلفه قلت لك قدمناها، فكون الصبايا صغار بالعمر مال معاصري خلينا نقول، فكانت لوحاتهم كلهم عن ممكن فن تشكيلي عن الانثى، فكرسوا اشياء جدا لطيفه. حلو كثير. طيب استاذ محمد خلينا نحكي شوي عن العلاقه بين الرسم والخط العربي، وقديش حلو هذا الدمج بينهم، وهل يعني بتفضل انت انه اي رسامه انها تتعلم ايضا خط الخط يعني بالرسومات؟ طبعا طبعا علاقه الخط مع الرسم اكيد علاقه قويه خلينا نقول، فجميل انه الرسام يكون ملم بالخط العربي، وكذلك جميل انه يكون الخطاط عنده فكره عن الرسم. حلو انك تدمج بين الشغلتين مع بعض، حلو انه تستخلص لوحه تدخل فيها خط عربي، كان من خلال زخرفه، كان من خلال الخط السنبلي، ففي افكار كثيره ممكن تكمل بعضها خلينا نقول. فممكن تنوجد احيانا باللوحه مساحات انت ممكن تعوضها من خلال الخط العربي. فهي كمان شغله جديده خلينا نقول، او شغله رائعه ممكن انه توصل فيها اللوحه مثل ما انت بدك. حلو انه يكون الرسام ملم بالخط العربي، لهيك نحن بمركز الاناضول عم نعطي المادتين، وكثير من الصبايا عم يقبلوا على المادتين، والحمد لله رب العالمين في نجاح كبير الحمد لله رب العالمين. الرسوم مناسبه للطالبات؟ نعم نعم جدا مناسبة أكيد. هلا كان في أريحية لهم إنه هن يختاروا المواضيع. طبعا أنا كنت مشرف بكل الأحوال على جميع اللوحات والمعرض، بس كان الاختيار الأول والأخير هو للطالبة، لأنه خليني أقول لك شغلة، بالنهاية الرسام إذا بده يبدع بلوحته فأكيد راح يكون حاسس فيها، شاعر فيها، حابب يقدمها، فكانت الخطوة أو خلينا نقول الأريحية لهم إنه هن يختاروا المواضيع اللي بده يقدموها. طيب يعني واضح عملكم على موضوع التطوير، وأيضا تقدمون كل سنة بهذا المعرض شيء جديد. آخر شيء كان موضوع رسم على السجاد، هل بفكرة ببالكم يعني هي قيد الدراسة ممكن تنطرح بالمعرض القادم؟ نعم نعم الحقيقه هلا ان شاء الله في فكره ان شاء الله، ونحن راح نقدم كورس جديد ان شاء الله، الفكره عن الرسم الفوتوغرافي او الرسم بالرمل، وان شاء الله كمان راح نقدم نشتغل على الفسيفساء ان شاء الله بالمستقبل. كل التوفيق لكم استاذ محمد. حابين نختم معك بمعلومات اكثر عن مركز الاناضول، شو التدريب حاليا، عدد الطلاب، هو هل فقط متخصص بالطالبات او ممكن يكون في مثلا دوام للطلاب ايضا؟ تكرم. لا طبعا المركز الاناضول هو طبعا افتتح بمدينه عزاز من 2019، هو يقدم دورات طبعا بكالوريا لغه انجليزيه، وحاليا عم يقدم على الثانويه العامه او خلينا نقول البكالوريا، وكمان بالاضافه طبعا للاعمال اليدويه، بالاضافه للحاسوب، بالاضافه طبعا للرسم والخط. المركز هو شبه مجاني خلينا نقول، الرسوم فيه هي رمزيه، والحمد لله رب العالمين المركز نجاح كبير صراحه بالمنطقه، لانه استقطب فئه كبيره من الشباب خلينا نقول وصلوا لشيء ممتاز. طبعا المركز هو يستقبل طالبات الطلاب اكيد ما في، بس اغلب شيء خلينا نقول انا كماده بماده عندي، فاغلب شيء عم يجوا هن الطالبات فنانات البنات. يتشكرك والشباب كمان، واتمنى لكم كل التوفيق. محمد ابراهيم المحمد، رسام ومدرب رسم وخط عربي في مركز الاناضول الثقافي، كنت معنا من اعزاز. شكرا لحضرتك. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا، اهلا وسهلا فيك ان شاء الله.